مشاهدينا ورجعنا تاني، ولسه زي ما قلنا هنبدأ على طول مع الصحافة. والنهارده منورنا الأستاذ محمد طلعت الهواري، الصحفي في جريدة المصري اليوم. صباح الخير، صباح الخير يا شريف. أخبارنا كتير، تمام، خير. والنهارده يوم أكيد استثنائي، طبعا بالذات المرحلة التانية من الانتخابات. طبعا خلينا نبدأ على طول بالعناوين، وبعد كده هنبتدي نتكلم على الانتخابات على طول. نبدأ من الشروق. الشروق، الصفحة الأولى، اليوم الجولة الثانية من انتخابات برلمان الثورة. من الأهرام صفحة 1، 19 مليون ناخب يختارون 180 نائبا من 33 حزب ومستقلين في المرحلة الثانية. الأهرام الصفحة الأولى، الاستشاري يناقش إلغاء قانون الطوارئ ومنع تقديم المدنيين للمحاكم العسكرية وقانوني انتخابات رئاسة الجمهورية والحدين الأدنى والأقصى للأجور. من المصري اليوم صفحة 1، وزير الداخلية يقود بنفسه حملة لتطهير شوارع القاهرة. المصري اليوم صفحة 3، المعتصمون في التحرير، طهرنا صفوفنا وطردنا تجار مخدرات وبنات مشبوهات. الأخبار صفحة 1، مجلس قومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء. الشروق صفحة 3، رئيس جامعة القاهرة ردا على إساءة حازم شومان، لو منعناهم هيقولوا أمن الدولة. من الشروق صفحة 3، العدل تبدأ جرد القصر الرئاسي بشرم الشيخ. الأخبار الصفحة 1، المرزوقي يحلف اليمين رئيسا لتونس وأمين عام حركة النهضة الإسلامية يشكل الحكومة. طيب نبدأ على طول بالمرحلة الثانية، 19 مليون ناخب يختارون 180 نائب من 33 حزب. خلينا نتكلم اكتر عن ملاحظاتك وعن تعليقك على هذا الخبر، الاخبار اللي قبل. احنا النهارده المرحله الثانيه للانتخابات مجلس الشعب، وشايفين الانتخابات بتحصل في 9 محافظات، هي اسوان والجيزه وبني سويف والمنوفيه والشرقيه والاسماعيليه والسويس والبحيره وسوهاج. اللي بيحصل في هذه الانتخابات ان احنا عندنا 15 دائره للقوائم بينافس فيها 1429 مرشح على 120 مقعد، وعندنا 30 دائرة للفردي بينافس فيها 2241 مرشح على 60 مقعد، يعني الإجمالي 180 مقعد. المرحلة الأولى من الانتخابات الشريف احنا شفنا فيها مجموعة من الملاحظات، وذكرها العديد من منظمات المجتمع المدني وحتى اللجنة العليا للانتخابات، وشفنا المواطنين العاديين ودورهم اللي قاموا بيه. كان في إقبال كبير جدا على الانتخابات، يعتبر لأول مرة من فترات كبيرة جدا. دي كانت نقطة من أهم النقاط الحقيقة اللي حصلت في المرحلة الأولى. ولكن كان في بعض المشاكل تتعلق بتأخير فتح بعض اللجان، كان في برضو مشكلة لاختراق فترة الصمت الانتخابي، وده تقريبا كله كان أثر فيه، يعني ما فيش ولا حزب ولا مرشح حتى حتى لو كان بنسب يعني. بنسب متفاوتة. طبعا النقطة الثالثة هي فكرة الدعاية أمام وداخل بعض اللجان الانتخابية، وده كان موجود، وشفنا القوات المسلحة قامت بطرد مندوبين مرشحين كثيرين جدا ولأحزاب كثيرة من داخل اللجان الانتخابية. كان في برضو ظاهرة شراء الأصوات في بعض الأماكن، ولكن يظل من وجهة نظري الأخطر هو فكرة اللعب على وتر الدين. الحقيقة ده كان ملاحظ جدا جدا، أنه كان في حالة استقطاب كبيرة جدا حدثت خلال المرحلة الأولى من الانتخابات، ودي كانت من أهم الملاحظات. وشفنا استخدام المساجد في الدعاية الانتخابية، وده كان أمر الحقيقة يعني مستهجن جدا، وكان في كلام كتير بشأنه، وقيل أنه سوف يتم تلافي كل هذه العيوب قدر المستطاع في المرحلة الثانية من الانتخابات. نتمنى أن ده ما يحصلش. شفنا في المرحلة الثانية للانتخابات ابتدى يحصل شيء من التكتل بين الأصوات الليبرالية جميعا، أن هم يعني بيجتمعوا مع انسحاب بعض بعض المرشحين وانضمام بعض بالضبط، المرشحين وتنازلات لصالح البعض الآخر، بالضبط، على أساس أن المرحلة الأولى شهدت تقدم كبير جدا لتيار الإسلام السياسي، سواء جماعة الإخوان المسلمين ممثلا في حزب الحرية والعدالة، أو في التيار السلفي ممثلا في حزب النور السلفي، حصدوا يعني نسبة كبيرة جدا من المقاعد الحقيقة في المرحلة الأولى. ده أثار التخوف خصوصا مع بعض التصريحات من قيادات سلفية وبعض القيادات الإخوانية من قبل كده، وعلشان كده شفنا تكتلات بقى بين الأحزاب الليبرالية وبعضها. في كل الأحوال احنا بنتمنى أن البرلمان المقبل يشهد أولا تمثيل لكافة طوائف الشعب المصري. احنا شفنا بعض التصريحات صدرت على لسان اللواء مختار الملا عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وقال أن البرلمان المقبل، وده كان في تصريحات لبعض الصحف الأجنبية، وقال أن البرلمان المقبل لا يمثل لا يمثل الشعب الشعب المصري. المصري، وده طبعا أثار جدل كبير جدا، وحصل حتى هجوم بقى من تيارات الإسلام السياسي على المجلس العسكري، وكان فيه لهجة تصعيدية خلال الفترة الماضية. المرحلة الثانية احنا برضو في مؤشرات بتقول ان برضو التيار الاسلام السياسي هيكون ليه يعني نصيب اكبر في المرحلة الثانية. في كل الاحوال الفيصل بالنسبة لنا هو المواطن، ولكن هنا احنا لازم يكون لينا وقفة الحقيقة. وخليني اقول جملة بسيطة وهنشرحها مع بعض، الا وهي ان حكم الجهلاء مفسدة،
حكم الجهلاء مفسدة. وهنا أنا لا أقصد هنا الجهلاء هم الناس اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، ده جزء من الموضوع، ولكن ربما من لا يعرف أو من لا يعي بشكل كافي من يختار وما هي أسس الاختيار. احنا دي أزمتنا الحقيقية، الحقيقة إن احنا الاختيار، وشفنا ده موجود حتى منتشر على اليوتيوب وعلى أكتر من مكان، وشفناه حتى في الشوارع وأمام اللجان الانتخابية. مواطن بسيط جدا ربما لا يقرأ ولا يكتب، وربما يقرأ ويكتب ولكنه لا يعرف من هو الأقدر بأن ينتخبه. طب أنت هتنتخب مين؟ والله ده أنا هنتخب الفانوس والميزان. طبعا اخذين في علم ان الميزان هو قائمه الحريه والعداله، والفانوس اللي هي حزب النور السلفي. ليه؟ لان هو تم توجيهه بشكل او باخر لهذا الامر دون ان يعرف اصلا القائمه دي قائمه مين وايه برنامجها وما دي الى ذلك. مشكله يا استاذ محمد، يعني هي احنا بنتكلم في مشاكل كتيره قوي لو يعني اكيد ده يطول شرحه، مشاكل مصر ومشاكل بس دي نقطه الوعي مفصليه جدا، والثقافه دي نقطه مفصليه جدا، واعتقد ان من والتوجيه الاهتمامات والتسييس والتدين، دي ويعني مشكله كبيره جدا، واعتقد ان من اهتمامات اي حكومه او اي رئيس سوف ياتي الى مصر ان يكون التعليم أولوية قصوى بالنسبة لي، بالظبط. وإنه يكون مسألة التوعية يعني أهمية قصوى بالنسبة لي، يعمل لها خطة يعني قريبة الأجل على مدى 5 سنين وأخرى متوسطة 10 سنين وأخرى على مستوى أبعد شوية 25 أو 30 سنة. ولكن مسألة التعليم أصبحت ضرورة جدا، ويحصل بقى توعية سياسية حقيقية ونوصل للناس البسطاء من خلال كل وسائل الإعلام ومن خلال المقابلات حتى المباشرة، علشان الصوت بيفرق، وعلشان اقدر احاسب وابقى عارف يعني ايه انتخب مرشح معين علشان برنامج معين مش خاطر هيعمل لي واحاسبه بالظبط، شارع واحاسبه واتابع هو عمل ايه علشان انتخبه السنه اللي بعدها او لا. قبل ما ننتقل على الخبر الثاني، بس عايزين نعرف السؤال الناس كلها بتساله حاليا، هل متوقع يكون في اي مفاجآت نتائج المرحله الثانيه والثالثه في نتائج مجلس الشعب عموما؟ احنا شايفين يعني في المرحله الثانيه، لو حبينا نتكلم على المحافظات نفسها اللي هتشهدها الانتخابات، يعني هي طابع العائلات بيكون فيها اكتر شويه، العصبيات والقبليات. يعني لو احنا بنتكلم على اسوان وبنتكلم على بني سويف مثلا وبنتكلم على سوهاج، فانا شايف ان المرحله الثانيه هيكون الفيصل فيها لاصوات العائلات واصوات بس ده كان العصبيات بيتقال برضو والقبليات. على محافظات زي اسيوط في المرحله الاولى وما حصلش. والله يعني اللي حصل احنا هنا في المرحله الثانيه، لا في واضح جدا من خلال الايام اللي فاتت لو احنا متابعين الصحافه ومتابعين ايه اللي بيحصل والحركات بتاعت المرشحين والاعتمادات على ايه بالظبط، في تكتلات بتحصل بين الاحزاب الليبراليه وبعضها، في محاولات لكسب اصوات الاقباط تحديدا، في محاولات اخرى لكسب تاييد عائلات. هناك مساله التصويت الجماعي دي منتشره جدا، يلا جدا كلنا هنروح علشان والاتوبيس بالظبط. فده طبعا، وبعدين في حاجه تانية مهمه جدا يا شريف، ان الموضوع كل لما بعد عن القاهرة بيبقى بعيد شوية عن التركيز الإعلامي أو بعيدا عن العيون الرقابية أيا كانت، فبالتالي بيبقى فيه مساحة أكبر لحاجات إحنا قد لا نعلمها، وده اللي إحنا بنشوفه حتى في سنوات سابقة كنا بنشوف الكلام ده في الانتخابات. يعني التربيطات العائلية، والله العائلات الفلانية بترشح أو بتدعم ترشيح فلان، ده موجود وده منتشر جدا في الريف المصري، وأعتقد إنه ده هيكون ليه الكلمة العليا جدا في المرحلة الثانية اللي انتخبتها. هنزيد على طول على الاهرام الاستشاري ونناقش كل الطلبات اللي احنا بقالنا كتير قوي بنقولها، اللي هي قانون بالظبط الطوارئ، منع تنظيم المدنيين، المحاكم العسكريه، وقانوني انتخابات رئاسه الجمهوريه، والحدين الادنى والاقصى للاجور. حاسس ان الثوره لسه حاصله. يعني انا واخد بالك، يعني هي طبعا هو يشكروا جدا الحقيقه ان هم فكروا في هذا الموضوع يعني، ولكن كالعاده للاسف الشديد هذا جاء متاخرا جدا، وان لو احنا كان عندنا هذا المجلس الاستشاري من 6 أو 7 شهور فاتت اعتقد ده كان هيبقى شيء بس هو هيناقش مهم جدا، هو هيناقش وفي النهايه خالص ده المجلس الاستشاري الاستشاري تمام. ولكن يعني هنقول ان المجلس العسكري يا سيدي هيسمع كلام المجلس الاستشاري علشان هو بيضم نخبه من الناس المحترمين جدا اللي بنكن لهم كل الاحترام طبعا، والتقدير، وناس مهنيين ومحترفين جدا في مجالاتهم، واسماء طبعا يعني ما فيش عليها جدال، يعني هو يكفي رئيسه الدكتور منصور حسن. ولكن زي ما احنا كنا بنتكلم دلوقتي كده، الغاء قانون الطوارئ، منع تقديم المدنيين للمحاكم العسكريه، قانوني انتخابات رئاسه الجمهوريه والحدين الادنى عايش والاقصى حرية للاجور، عدالة اجتماعية. ده كلام قديم جدا يعني، واحنا خلاص احنا في خلال ايام المفروض هنحتفل بمرور سنه على اندلاع ثوره 25 يناير، ماذا تحقق في خلال هذه السنه؟ اعتقد احنا محتاجين او هو ده يعني هو ده الحيز الاكبر من مناقشات
وسائل الإعلام بعد المرحلة الثالثة للانتخابات إن شاء الله، ونقعد بقى نتكلم ونشوف ما ونحلل. الذي حدث في خلال هذا العام. ولكن في كل الأحوال هي خطوة محمودة ولكنها خطوة متأخرة، ونتمنى إن احنا نلاقي فيها اهتمام من المجلس العسكري باعتباره السلطة الحاكمة للبلاد، وإن احنا نلاقي قرارات ناجزة في هذا الأمر قادرة إنها تعيد الهدوء إلى جميع أطياف الشعب المصري. طيب انا عايز احاول اغطي كل الاخبار على قد ما اقدر، في كذا خبر هنعدي عليهم. وزير سريعا، الداخليه يقود بنفسه حمله لتطهير شوارع القاهره، يا ريت. يعني أنا سألت ناس كثيرين جدا الحقيقة من ساعة ترشيح اللواء محمد إبراهيم لمنصب وزير الداخلية، وهم الحقيقة قالوا إن الرجل لا يحب مسألة الجلوس في المكاتب ولكن يعشق الشغل الميداني، وده واضح من تحركاته اللي حصلت في الفترة الأخيرة، وإن في تواجد أمني موجود في الشارع. ولكن الفكرة هنا ببساطة شديدة جدا، إنه إذا كانت الداخلية استطاعت في خلال الأيام الماضية إنها تقوم بكل ما قامت به من ضبط الشارع المصري ومن القبض على بعض المسجلين وبعض الهاربين وبعض المخالفات اللي تتعلق بالمرافق وما إلى ذلك، إذا فقد كانت الشرطة المصرية تستطيع الحقيقة منذ فترة كبيرة جدا إنها تقوم بكل ذلك. وهو ده اللي إحنا كنا بنقوله طول السؤال الفترة بقى اللي الماضية، محدش عارف يرد عليه، طيب إن الشرطة تستطيع أن تفعل كل شيء، وإن هم لو عايزين يعيدوا الحسم والضبط في الشارع المصري هيعملوه، ولكن كنا بنتساءل طب هم مش بيعملوا ده ليه؟ طبعا إحنا نتمنى ان يبقى انتقالنا لهذه يعني الجهود بالنجاح، يعني بالنجاح ما في تبقاش النهاية. حاجه يعني عشان وقتيه، لا لا عشان طبعا، احنا لا لا بنثبت طبعا، وجودنا. والا كل اللي احنا شايفينه ده بقى مجرد بقى حمله علاقات عامه، وان احنا بس يعني يا ما جماعه احنا هي دي، موجودين اهو واحنا موجودين في الشارع ولكن مالناش دور حقيقي. لا، لازم لازم يكون نرجع بقى لأزمة في الثقة تاني، ولازم نرجع يعني نتكلم. احنا مش بنبني عايزين، الثقة، احنا بنبني ثقه، فعايزين ده يفضل يستمر اطول فتره ممكنه. المعتصمون في التحرير طهرنا صفوفنا وطردنا تجار مخدرات وبنات مشبوهات، تعليقك. المشهد الحالي في ميدان التحرير هو ان الخيام بتاعت الاعتصام اصبحت تقل او بتتحول الى الاعتصام في شارع مجلس الوزراء. النقطة الثانية ان في بعض الموجودين في الميدان هم موجودين لحين تنفيذ مطالب الثورة، وقالوا ان والله كان في بعض الخيام تم زرعها في الميدان كان فيها بعض تجار المخدرات والبنات المشبوهات، واحنا كمعتصمين في التحرير قمنا بطرد هؤلاء علشان كانوا بيمثلوا إساءة للميدان وللموجودين في الميدان. في كل الأحوال هو شيء مهم جدا إن هو يحصل علشان ما نسمعش بقى ما يتردد في وسائل الإعلام من وقت إلى آخر، ونسمح للناس حتى إنها تسيء إلى ميدان التحرير باعتباره أحد أهم رموز هذه الثورة المصرية. طيب هنروح على من وزارة، كما كان يقال في تصريحات الدكتور كمال الجنزوري قبل تكوين الوزارة أو تكوين التكوين النهائي للمجلس الوزاري، يعني إلى مجلس قومي لرعاية المصابين وأسر الشهداء. إيه اللي حصل؟ احنا برضو مش عايزين نقلل قوي من اهميه اللي حصل، ولكن كان في اجتماع للجنه الوزاريه المسؤوله عن رعايه اسر واسر شهداء ومصابي ثوره 25 يناير، وكان في كلام انه هيتم تشكيل مجلس قومي لرعايه المصابين واسر الشهداء. المدير التنفيذي هيكون احد المصابين من ثوره 25 يناير. ده اتجاه الحقيقه كويس جدا، بس هل كان وكان ده ممكن لو كانت وزارة كان ممكن الموضوع يبقى ليه شكل أقوى مثلا؟ هو يعني عايزين نعرف إيه الفرق؟ الموضوع مرتبط بشكل مباشر جدا بالدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء او رئيس الوزراء المكلف، وبالتالي هو سوف يكون هو المشار اليه دائما فيما يتعلق بمساله المصابين والشهداء. بغض فلما النظر عن المسمى يعني. بغض النظر عن المسمى فهو هيكون مسؤول تماما عن هذا الامر. النقطه الثانيه والحقيقه هي نقطه مهمه جدا، انه قال كمان ان هيكون في بعض اعضاء مجلسي الشعب والشورى بالتعيين من اسر او من مصابي الثوره، وده اتجاه الحقيقه قوي جدا ومهم جدا. أكيد. تعهد برضو بان احنا هننفذ كل مطالب اسر الشهداء والمصابين، هيكون في معاشات وهيكون في رعايه وعلاج للمصابين. مش عايزين نقول ان ده اتاخر، ولكن ادراك الشيء احسن من تركه. وزي ما قلت لك ان كان في على مدى ال10 اشهر كان في محاولات كثيره، ولكنها كانت محاولات تتسم بسلبيات كثيره كان وبعشوائيه فيها كبيره وكان واضح على فكره من وبلغط التصريحات كبير انه لا، كثير. يعني احنا هنتخطى كل هذا الامر. بالظبط، واهم شيء كان مركز عليه برضو الحقيقه هو المعامله اللائقه لاسر عشان ما الشهداء يتكررش اللي والمصابين. سمعناه من اسبوعين على 125 جنيه اكيد تعويض اكيد طبعا مثلا يعني. اكيد. طيب خلينا نروح